بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال من السائل عين جيم جيم، سوداني مقيم بليبيا، يقول: هل هناك زمن محدد لذبح العقيقة؟ ثم متى يحلق شعر المولود مأجوري؟ شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرا، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها. وإذا حلق شعر الرأس فإنه يتصدق بوزنه فضة كما جاء في الحديث. وأما العقيقة فالأفضل أن تكون في اليوم السابع، قال العلماء: فإن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فات ففي أي وقت. على أنه لا حرج أن يذبح العقيقة في اليوم السادس أو الخامس أو العاشر أو الثاني عشر، لكن هذه أوقات مفضلة فقط، وهي ثلاثة: السابع والرابع عشر والحادي والعشرين.